السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من وسط الحقول كل مزارع يقوم بعمله، تم إزالة جميع المحاصيل الصيفية ويتم الاستعداد لزراعة المحاصيل الشتوية كما نشاهد. جميع الأرض خالية من المحاصيل، وفي ناس زرعت برسيم اللي هو المحاصيل الشتوي، والبعض الآخر يستعد لزراعة المحاصيل الأخرى. صباح الخير ازيك يا حاج، الله يعزك. انا اللي انت بتعمل ايه الوقت يا حاج؟ جاهز عشان نبيع. يعني بعد ما شلنا المحاصيل الصيفيه ان كانت مزروعه رز؟ مزروعه رز ومزروعه غله. يعني في تجهيز بقى، حضرتك حردت الارض؟ حردتها. ايوه. ومقستها؟ اللي هو التمييز اللي هو التسحيف؟ لا، تمييز غير التسحيف. امال هو عباره عن ايه؟ التمييز بعصبيه بتمنع تساوي الارض. يعني ايه الليبر؟ ايوه، بس على اصغر. لكن الزحافه بتساوي غير يعني التمييز ادق، يعني اكنه ليزر. بيعمل تسويه اعلى. يعني طب يعني ده المرحله انتوا بتعملوا ايه دلوقتي؟ بنجهز الارض عشان نزرع. لا، النهارده الوقت بتعمل ايه؟ بنعمل خط كده عشان نعمل صف الارض، بس شق الخطوط او مجرى مي. خط صغير كده عشان نصف الميه. تمام، عشان الغله ما تقعش. يعني بعد ما شلنا المحاصيل الصيفيه. أيوة. حرتنا، ميسنا. الارض اتساوت وبقت تمام التمام، بتقوم بشق يعني مثلا ايه، قناه كده ضعيفه، قناه صغيره كده تصفي منها الميه عشان الارض ما تسقط. يعني قبل الارض هنا غير الاراضي الثانيه، الارض عندنا ارض سمراء ما بتسقطش بسرعه. تمام ضعيف، عايزه بسرعه. والقمح حساس اصلا. يعني انت كده ما تاخرتوش ولا ده الميعاد؟ لا، احنا كده بنجهز عشان الميعاد ده، خلاص احنا عرفنا على الميعاد ده، يعني عرفنا في الميعاد. يعني احنا ده ميعاد مناسب. احنا النهارده 18/10/2019. الزراعه بقى تبدا من 25 25/10 من كل عام، لان هو المحاصيل الشتويه القمح بخلال اكتوبر ونوفمبر وديسمبر. الثلاث شهور دول. يعني انت زرعت 25/10، يبقى ميعاد مناسب جدا. شكرا يا حاج. شكرا 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 شكرا. اتفضل. هذا هو الخط او القناه التي تم حفرها.
يستعد للعمل. هذه الأرض يتم تجهيزها لزراعة القمح، وهو أحد المحاصيل الشتوية أو محاصيل الحبوب الشتوية. بعد أن قام بحرة الأرض وتسويتها بيقوم بشق قناة، لأن القمح حساس عشان أي مياه زيادة تتسرب إلى هنا وما يبقاش، والقمح ما يغرقش بالمياه. هو هذه اللي هي القناة التي قام بحفرها.